سامعين اللي انا سامعه في دماغي؟ سامعين وحاسين بصوت الشخير اللي هيهد الاوضه علينا. شخير ايه يا اهبل؟ انا بتكلم لما نسافر بره وابقى بطل كبير في امريكا وكل الجمهور الامريكي يقول هوراس هوراس هوراس. ايوه، ويبقى معانا فلوس كتير ونتجوز ستات اجانب وخلف عيلة سميتش فيش تايجر بكتيريا عطية. انا الاقي ناس تقدر عقلي وذكائي وياخدوني اشتغل معهم في اي مؤسسة ذكاء. ياه، بس اكسب انت بس يا بطل، اكسب انت. ما تقلقوش، انا هكسب عشان خاطركم لاصحابي، انا من غيركم ولا حاجة، وبيكو انا برضو ولا حاجة. تقولش كده يا صاحبي، والله العظيم حتى لو ما حصل السفر اهم حاجه لمتنا دي. يا رب ما تحرمنا من بعض ابدا. فيها يا جماعه؟ حرام عليكم، مين اللي عمال يشخر زي الجاموسه؟ ما تتخمدوا قرف بيه.